من المبادرات المهمة في معهد ثقف اعتماد التدريب الأكاديمي خاصة في الموسيقى. يمكن من قبل موجودة الدورات أو التدريب على الموسيقى لكن كان سماعي في أغلبه. اعتمدنا في المعهد تدريب على النوتة الموسيقية، على لغة الموسيقى، وهذا الاختيار وهذه المبادرة ساعدتنا أنه بعد 3 سنوات فقط من التدريب الأكاديمي أصبح الطلاب اللي بدأوا في معهد ثقف الآن مدربين في مجالات الموسيقى في مدن كثيرة في المملكة. أعتقد أن النجاح يقوم على جناحين، جناح المعلومة وجناح المهارة، الجانب العقلي والجانب المهاري. على قدر ما اهتميت بجانب التدريب وجانب المهاري، إلا أنه الجانب التكوين العلمي مهم جدا. في طبعا أكملت الماجستير، ثم في عام 2018 دخلت مرحلة الدكتوراه، كانت عن الخطاب الإشهاري في عتبات الرواية السعودية، وكانت رحلة مع أكثر من 60 رواية بدأت من عام 1930 حتى عام 2020. أذكر أول ما بدأت في معهد ثقف اتصلت بي إحدى الطبيبات في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وكانت تعرف اهتمامي بالوعي أو بناء الإنسان، فطلبت مني، قالت يحيى أنه عندنا مريض عنده مرض نادر يموت بالتدريج، يعني في كل مرة يفقد عضو، والولد رسام مبهر وكاتب محتوى، وش رأيك تيجي تجلس معه؟ طبعاً بالنسبة لي رحت المستشفى، كنت أتوقع أني أقابل واحد في غاية الاكتئاب، لكن الغريب أني قابلت واحد في غاية الإيجابية وغاية التفاؤل والفرح. فسألته، كان يتحرك منه فقط رأس ويد. أحمد، يعني غريب هذه الإيجابية مع هذا الحال. قال لي ما يعني يمكن كلمة أثرت في مسيرتي كثيراً. قال مشكلتكم دائماً أنكم تنظرون لنا أننا معاقين لأن الإعاقة الجسدية واضح، عندما لا تحرك يدي واضح. أنت ممكن تكون معاق في عقلك، ممكن تكون معاق في أسرتك، ممكن تكون معاق في مالك، كل واحد وجد في هذه الحياة بإعاقة، بس هناك إعاقات مرئية وإعاقات غير مرئية. فأنا قبلت أنه بهذه الإعاقة وعشت من خلالها قد ما أقدر، وأنا حي أعطي، سواء من خلال المحتوى أو من خلال الرسم أو من خلال حتى إلهام الناس. وبإمكانك أنت أيضاً تعطي مع وجود الإعاقة اللي عندك، لكن أهم شيء أنك تعبر من خلال الإعاقة. كان يكتب معنا ويرسم، يعني كان ألف سيناريو فيلم، وعملنا له معرض في معهد ثقف، واستمر معنا حتى توفي، يعني توفي وهو في مجموعة العمل.